وأخيرا في هذه الحلقة المثيرة الشيقة غادي نشارككم قيمة وتفاصيل غزوة بدر الكبرى اللي كلها عظيمة. تيقوني غادي نشاركها معكم بطريقة اللي هي سلسة ومحبوبة ومفهومة، وما يمكنش من بعد ما تسالي حلقة اليوم إن شاء الله ما تبقاش عارف معناها أو لحت التفاصيل جولة. معركة كبرى اللي فرق بها الله ما بين الحق والباطل، معركة اللي كان فيها انتصار وقوة وعزة اللي غادي توقع للمسلمين. قصة الليلة خاص يعرفها الصغير والكبير، قصة بها أحداث فعلا تحرك القلب. ما تمشيو فين وبقوا معي في حلقة اليوم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميني، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم هانية. شحال هذه ما درنا شي سؤال في الحلقة واللي دائما كنطرحوه غير في حلقة دينية. كلنا عارفين بلي أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما عندوش الخوت شقاق، ولكن عنده واحد الأخت من الرضاعة. شنو سميتها؟ بلا ما تمشوا تقلبوا في انترنت، انا بغيت الجواب ديالكم الخاص اذا كنتوا عارفين بطبيعه الحال، واذا ما كنتوش عارفين بغيتكم انكم تخليوا لي الجواب ديالكم بلي ما عرفتوش. وكيف تنقول لكم دائما راه ماشي عيب انكم ما تعرفوش، حيت غادي تتعلموا من الخطا. وما تنساوش اذا كنتوا جدد على القناه فمرحبا بكم، واذا كنتي من اهل الدار فالدار دارك. فحيتاش قصتنا طويله غادي نقول لكم يلا لنبدا. هاد الغزوة اللي تمات بالفرقان حيتاش مولانا فرق فيها ما بين الحق والباطل، اللي اصلا الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كانش باغي فيها القتال. فاجي نبداو من البداية باش نقدروا نفهموا هاد القصة ونفهموا علاش هاد المعركة وشنو وقع فيها. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي يعرف بلي انه قريش خرجت في قافلة اللي فيها 1000 بعير و50 الف دينار ذهب. من جابوا هاد الفلوس؟ هادو يا سادة كرام اموال ديال المسلمين اللي هاجروا وخدوها باش انهم يتاجروا فيها بالشام ويستثمروا بها. ابو سفيان هو اللي كان تيقود هاد القافلة، وكانوا معاه 40 واحد في الحراسة، حراسة نتاع هاد الخير كامل، يعني ما مسوقش. تيقول بلي انه ما غاديش ياخد اكثر من هاد العدد اللي كان اصلا قليل على هاد الثروة اللي خارج بها، وهذا كان عناد واستهتار واحتقار. الحبيب عليه الصلاة والسلام غادي يوصل الخبر عن طريق الرجال ديالو بلي انه القافلة خرجت بالارقام. هاشنو في نظركم شنو بغى الحبيب من هاد القافلة؟ بغى باش انه يرجع الودائع اموالهم اللي كانت امانة. فكان مع 313 رجل اللي ما كانوش اصلا قصدين باش انهم يتحاربوا، غادي يمشي يخرج يتبع ديك القافلة. فابو سفيان غادي يسيق الخبر اللي هو قائد نتاع ديك القافلة نتاع دوك الخيرات اللي غادي بهم، سيق الخبر بلي انه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خارج، وقال والله حتى نسبقه بالمعنى العامي ديالنا، نبالي به قبل ما يوصل ليا. ابو سفيان غادي يجيب ليه واحد الرجل اللي سميتو عمر ابو ضمضمه، قال ليه شوف سير القريش في مكه ودخل عليهم وقول لهم بلي انه محمد راه جاي للقافله باش ياخذ الاموال ديالهم. وهذا عمر كان واحد الشخص اللي هو خبيث، فشنو غادي يدير؟ كان راكب من فوق واحد البعير، كيف غادي يدخل لمكه غادي يهز الخنجر ديالو وغادي يقطع الودنين والنيف ديال البعير ديالو، وخلى الدم كله كيخرج منه، وشد شويه من داك الدم ويلطخو عليه وركب على البعير ديالو ولكن بالمقلوب، ودخل تيغوت لمكه وتيقول لهم الغوث الغوث اللطيمه اللطيمه يا اهل مكه. تمشيو عنده تيقولوا ليه مالك، وهو متعمد باش انه ما يجاوب حتى شي حد ولا ما يعطي الخبر لحتى شي حد من دوك اللي تيسولوه، وغادي يخليهم بقاو تابعينه حتى غادي يجمعهم عند الكعبه. وهو يقول لهم فان محمدا قد اعتدى على قافلتكم. وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اصلا هو مازال ما وصلش. فهاد اللحظه ابو جهل بغى يحمق واقسم والله لا اقتلنه الليله ولا ناتين باموالنا وقافلتنا في نفس اليوم. فهذيك اللحظه العمه نتاع الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اللي سميتها عاتكه شافت واحد الرؤيه، شافت واحد الرجل في الدخله ديال مكه واقف وتيقول يا آل غدر يا آل غدر موعدكم بعد 3 أيام. كتقول وغادي ينتقل من بلاصتو لجبل قبيس وغادي يعاود يقول نفس الجملة يا آل غدر يا آل غدر موعدكم بعد 3 أيام، وعاود غادي ينزل ومشى وقف حدا الكعبة وقالها مرة أخرى. كتقول وانا ندور نشوف فيه، ويهز واحد الحفنة من التراب ورمى بها، وما بقى حتى شي بيت في مكة إلا ودخلت ليه ديك الكمشة ديال التراب اللي لاح. في ديك اللحظة عمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مشات قالتها للعباس اللي هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرف بلي أنه مصيبة غادي توقع في مكة. هو غادي يمشي للوليد بن عتبة غادي يشوفه مهموم، قال ليه مالك؟ قال ليه راه قالت لي عاتكة بلي أنه واحد الرؤية شافتها وبرزطاتني بها وعرفت بلي أنه مصيبة. قال لي شنو هي؟ قال لي غادي نقولها لك ولكن بشرط ما تقولها لحتى شي حد وتبقى بيني وبينك. غادي يقولها لي عم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وغادي يخرج الوليد بن عتبة وغادي يقولها لباه عتبة أبو ربيعة، وهو غايقولها لولده شيبة. المهم
انتشر الخبر في مكة وأبو جهل غادي يخرج. أبو العباس وقف حدا الكعبة وجحده أبو جهل هو يقول ليه وما هذه الرؤية التي تروني يا بني هاشم؟ قال ليه ش من رؤية؟ قال ليه راه وصلتنا رؤية عاتكة، أنبئت فيكم النساء، بمعنى خرجت لنا راجل وقلت عليه نبي وصدقناكم، ودابا بغيتوا تقولوا لنا بلي أنه عاتكة نبية؟ قال ليه لا راه ما كاينش هاد الهضرة. قال ليه أبو جهل أخبرنا بها. اسمع يا ابن العباس، والله لو لم تتحقق رؤياكم لنكتبن فيكم كتابا نعلقه في أسار الكعبة ونقول للعرب كلها أن بني هاشم أكذب العرب. أبو جهل بدا كيستعد للمعركة، 950 رجل و 200 فرس وصفت معهم 1000 جمل باش أنهم يذبحوا منه في الطريق ياكلوه. سيدنا محمد أنذاك عليه الصلاة والسلام كان العدد ديالهم 313 واحد ومعاه زوج ديال العودان و70 بعير اللي غادي يضربوا بها مسافة أكثر من 300 كيلومتر. والحبيب كان أنذاك في السن ديالو 55 سنة. أبو سفيان وأبو جهل غادي يتلاقاو في الطريق، مادام أنه تلفنا الرسول عليه الصلاة والسلام وخلينا الطريق صحيح أجي نرجعو وبلا ما نواجهو محمد. قال أبو جهل لا والله لن نرجع ولا أذهبن إليه وغادي ناخذ البعير ديالو وندبحوه ونشربوا الخمر عنده ويتراقصنا الجواري أمامه. أبو لهب الخواف ما خرجش لهاد المعركة، قال لهم إن محمدا وعدني بالموت وأنا عارف بلي أنه إلا مشيت لهاد المعركة غادي نموت ويجلس. سيد محمد عليه الصلاة والسلام أثناء ديك اللحظة كان تيقاد الخطة ديالو، قال لهم بلي أنه غادي يديروا صف واحد للهجوم ومن موراكم غادي يكون صف واحد آخر لكل رجل فيكم غيكون عنده سهم، إذا جمعت علينا قريش غادي يجلسوا هادوك اللي في الصف الأول ودوك اللي في الصف الثاني غادي يبداو يلوحوا عليهم بالرماح والسهام وهم غادي يخافوا غادي يهربوا، على الأقل نحدوا من الشر ديالهم. وها هو جيش المسلمين وجيش المشركين في أول معركة غادي تفصل ما بين الإسلام والكفر، معركة بدر. لما شافهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي يهز يديه للسماء وقال اللهم إن قريشا قد جاءت بخيولائها وفخرها، اللهم إن قريشا جاءت تحادك وتكذب رسولك، يا رب نصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغذاء. غادي يشوف واحد الجمل اللي هو أحمر اللي عليه عتبة ابن ربيعة اللي أشار على قريش باش أنها تنسحب أي يطيعوه يرشدوا. من بعد غادي يجي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الجيش المسلمين اللي كيقاد في الصفوف وكان فيهم سواد بن غزي اللي كان غليظ واحد شوية وكانت عنده الكرش اللي تقدم على الجيش. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ذلك الأثناء كان تيقاد لهم الصفوف وهو كل مرة كان كيتقدم القدام ومخرج الكرش ديالو. في واحد اللحظة غادي يضربوا الحبيب بالكف على البطن ديالو وهو يرجع، ولكن كان تأثر رضي الله عنه وقال يا رسول الله إنك أوجعتني. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هز قال ليه أجي خذ حقك مني. قال ليه اكشف لي عن بطنك، فكشف الحبيب عن بطنه والصحابة كيشوفوا هذا المنظر وتخيلوا انكب سواد على بطن الحبيب يقبله وضمه وبدت يبكي وبدت يقول هذا الذي أردت هذا الذي أردت. قال لي الحبيب علاش درتي هذا الشيء؟ قال لي يا رسول الله أنا عارف أنه اليوم هو يوم غزوة وشهادة وبغيت يكون آخر عهدي في الدنيا هو بطنك وجسدك يا رسول الله، أن تمس بشرتك بشرتي. الله الله. أما أبو جهل لما شاف جيش المسلمين غادي يدعي ربه الذي يشرك به وغادي يقول اللهم اقطعنا للرحيم وجاءنا بما لا نعرف، اللهم أينا كان أحبنا إليك فانصره اليوم، وغادي يستجب الله الدعاء لقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، زعما نزل عليكم عذاب الله. فلما عبأ النبي عليه الصلاة والسلام الجيش الإسلامي ثل المؤمنون غيقتربوا صفان المؤمنون مع الكافرين، غادي يدخل الحبيب عليه الصلاة والسلام العريش وغادي يزيد ديه للسماء وبدا كيدعي المولانا اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم عهدك الذي وعدته، اللهم وعدك يا رب. فهاد اللحظة بدا كيدعي والرداء ديالو تيطيح من على كتافه. أبو بكر رضي الله عنه كان من مراه كيقد ليه الرداء ديالو وكيقول يا رسول الله كفاك مناشدة ربك فإن الله منجز أما وعدك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي تاخذ واحد النعيسة خفيفة وفاق ودخل عند أبي بكر وابتسم وقال يا أبا بكر أبشر أبشر هذا نصر الله قد أتى، جبريل قد نزل على الخيل والنقع عن ثناياه ومعاه 1000 من الملائكة نزلوا من السماء، والنبي كان فرحان بنصر الله اللي نزل لقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. من بعد غادي يمشي الحبيب وقال وهو ينظر لأصحابه كيقتربوا من الكفار
قال سيهزم الجمع. كيبشر الأصحاب ديالو جمع الكافرين غيتهزم وغادي يهربوا، ولكن من دابا شوية من بعد غادي يهز حصباء من الأرض ورموا بها على وجوه القوم وقال بسم الله شاهت الوجوه. كيقول الراوي فما من أحد من المشركين إلا ودخلت الحصباء في عينيه، لقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بمعنى ماشي انت اللي وصلتي ديك الحصباء على عينيهم ولكن الله اللي وصلها لهم. ها هي بداية المعركة. رجل من المشركين اللي سميته الأسود بن عبد الأسد المخزومي، اللي هو رجل خبيث وسيء الخلق، قال قدم كل شيء، والله لا أشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. غيصر على الحوض وغادي يستقبله أسد الله. شكون هو؟ سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. تخيلوا اللي غادي يضربوا ضربة فيها غادي يقطع ليها رجليه، غادي يطيح في داك الحوض وبدا كيحبو، ولكن بغى يحقق القسم ديالو. ولكن سيدنا حمزة رضي الله عنه غادي يضربوا ضربة واحدة أخرى اللي غادي يقتلوا فيها ديك الساعة. المشركين بانت لهم الهزيمة وانخفضت المعنويات ديالهم، وغادي يخرجوا ثلاثة من كبار قادتهم، عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة وابن عتبة اللي سميته الوليد، ثلاثة من كبار القوم ومن أحنكهم قتالة. غادي يخرجوا حيتاش بغاو يبدأوا في المبارزة، وهكا كانت بداية المعركة. بغاو يتبارزوا مع المؤمنين وهم يقولوا من لنا. غادي يخرجوا ثلاثة من شباب الأنصار بغاو يضحوا من أجل هذا الدين. غادي يسولهم مشركو قريش شكون توما؟ قالوا لهم شباب من الأنصار. قالوا لهم أكفاء لكن لا حاجة لنا بكم. قالوا وما تريدون؟ قال نريد قومنا، نريد أهلنا، يعني بغاو من المهاجرين. غادي يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام يا عبيدة بن حارثة، يا حمزة بن عبد المطلب، يا علي بن أبي طالب، الرجال الأبطال قوموا لهم. غادي يقوم حمزة قدام شيبة، وقام عبيد وكان أكبر القوم أمام عتبة، وقام علي أمام الوليد. أما حمزة ما تسناش صاحبه شيبة، فبضع ضربات حطوا للأرض. أما علي حتى هو نفس الحاجة، ما تعطلش على المنافس دياله، وبقى عبيدة بن الحارث قدام عتبة فضرب هذا وطاحوا بزوج ولكن ما ماتوش. وغادي يجي حمزة وعلي بن أبي طالب وغادي يتعاونوا عليه وغادي يقتلوه. كبر المؤمنون الله أكبر الله أكبر، وهنا نزل قوله تعالى هذان خصمان، زعما فريق من المؤمنين. إذا هلكت هذه العصابة فلن تعبد يا الله، ونصر الله يتنزل من السماء. فالخصم الآخر من المشركين اللي جاوا باش يتقاتلوا كان كيقودهم إبليس بنفسه. هذان خصمان اختصموا في ربهم. المعركة بدات، الريوس بداو كيتطايروا والدم كيطوش، قوم كيقاتلوا في سبيل الله وقوم كيقاتلوا في سبيل الطاغوت والشيطان. الحبيب ما بين الاصحاب ديالو كيشجعهم وكيحمسهم، وكان شعارهم احد احد، والتكبير كيرتفع، والحبيب تيقول لهم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم احد فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبل إلا أدخله الله الجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. غادي يقول واحد الراجل من الصحابة سميته عمير بن حمام بخن بخن، قال للحبيب عليه الصلاة والسلام ما حملك على قولي بخن بخن؟ قال رجاء أن أكون من أهل الجنة. قال فإنك من أهلها. هذا الصحابي عمير كان يلا بغي يأكل شي ثمرات ويرميهم ودخل المعركة وقاتل حتى تقتل في ذيك المعركة. كانوا الرؤوس كيطيروا تحد ما عرف شكون كيقطعها والأيادي كتقطع. في آخر المعركة أنزل الله الملائكة، ما كانش منزلهم من الأول، ولكن في الآخر ديال المعركة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، نزلت ألف من الملائكة. تقول أحد الصحابة وأنا في المعركة جئت إلى أحد المشركين بغيت نقتله فرأيت رأسه يطير قبل أن أصل إليه. سبحان الله. تقول شفنا أيادي تقطع وما كانش عندها شي حد، والرب جل وعلا يقول الملائكة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، قطعوا منهم كل بنان. علاش؟ حيت شاقوا الله ورسوله. جبريل بنفسه نزل والملائكة كتقاتل. أهل الإيمان كيقاتلوا أهل الكفر، وأهل الكفر كيتراجعوا وتزعزعوا، وبدات كتنقص القوة ديالهم، مبقاش تحد فيهم عارف علاش هو في الأساس جاي تيقاتل. أهل الإيمان اللي كانت فيهم نسبة قليلة ولكن صابرة. تخيلوا في هذيك اللحظة ما بين الكفار كان إبليس متنكر ما بينهم بصورة سراقة بن مالك، كان تيشوف هذا الوضع. كانوا تيبانوا ليه الملائكة كتنزل من السماء تقاتل مع أهل الإيمان، وهنا بدا كيهرب. شافوه المشركين وقالوا ليه يا سراقة فين غادي؟ ألم تكن جارا لنا؟ قال لا إني أرى ما لا ترون، أنا شفت ملائكة
ما شفتش بشر كيقاتلوا لقوله تعالى إني أخاف الله. إبليس غادي يهرب وغادي يهربوا معاه اللي هربوا، والمسلمين كيقتلوا شعارهم أحد 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 الله أكبر. فكم من قلة قليلة غلبت قلة كبيرة. فهذيك اللحظة والحبيب حتى هو كيقاتل غادي ينوض أبو جهل وبغى باش أنه يشجع صحابه مرة واحدة أخرى تيقول لهم واللات والعزة ولنقتلنهم قتلا ولنشردنهم تشريدا. أبو جهل جالس يشجع فيهم من جديد ولكن ما قدرش. تيقول عبد الرحمن بن عوف فإذا بشاب عن يميني غمزني اسمه معاذ، قلت لي ماذا تريد يا بني؟ قال أين أبو جهل؟ قال لي وما شأنك وما شأنه؟ شنو بغيتي برأس الكفر؟ سمعت بلي أنه سب النبي، والله لئن رأيته لا يفارق سواد سواده حتى يموت الأعجل منا. هذا كان غير شاب صغير وجات الغير على الحبيب. تيقول عبد الرحمن فعجبت منه. فغمزني شاب آخر عن يساري اسمه معوذ، غادي يطلب مني نفس السؤال. تيقول قلبت على أبو جهل وشفته كيغوت في الناس وقلت لهم هذا صاحبكما. تيقول فانقض عليه كما ينقض الصقر على فريسته، هذا تيضربه وهذا تيطعنه وبردوا في ذاك الشيء كامله. اي فرعون هذه الامه واللي هو ابو جهل غادي يطيح على الارض، غادي يمشيو تيجروا هذوك الشبان لرسول الله وقالوا ليه يا رسول الله قتلنا ابو جهل. كل واحد فيهم غادي يبدا يقول ليه انا اللي قتلته. غادي يقول لهم الحبيب وريوني السيوف ديالكم، وراهم ليه وقال لهم كليكما قتلته. الحبيب غادي يقول الأصحاب ديالو سيروا قلبوا لي على أبي جهل. فإذا بعبد الله بن مسعود اللي هو واحد الرجل ضعيف البنية والجسد ولكن واحد من خير أصحاب الحبيب، بل ليه أبا جهل تلفظ الأنفاس ديالو الأخيرة، غادي يطلع على صدره وحط رجله على عنقه. قال أبو جهل لمن الدولة الآن؟ قال ليه لله ورسوله يا عدو الله. غادي يقول أبا جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. فإذا بعبد الله غادي يقطع ليه راسه وغادي يرميه ليه ما بين يدي النبي. وقال الحبيب لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب، هذا أبو جهل، فرعون هذه الأمة قتل. آية كانت معركة حاسمة يا سادي كرام، فيها وجه الأخ أخاه والابن أباه والأب ابنه وبني العم وجه بن العم دياله. أبو عبيدة عامر بن جراح لقاه باه في المعركة وقاتله، وقتلوا أبو عبيدة قتل باه حيتاش ماشي من أهلنا. أبا بكر غادي توجه لولده، أما عمر بن الخطاب واجه خاله العاص بن هشام وغادي يضرب بن الخطاب ضربة قاتلة اللي غادي يصرعوا فيها بمرة. مصعب بن عمير غادي يأسر أخاه أحد من الأنصار وقال الأخ وهو كيستنجد بخوه، وقال مصعب عليك به فإن له أما تفديه. قال أهذه وصيتك بأخيك يا مصعب؟ قال أنت لست بأخي بل الأنصاري أخي من دونك. ربي غادي ينزل في الصحابة وهم كيقاتلوا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فمن المشركين منهم اللي هرب ومنهم من قاوم وتقتل. فهاد المعركة غادي تلاقى عبد الرحمن بن عوف رأسا من رؤوس الكفر. شكون هو؟ كان أمية بن الخلف اللي غادي يشد عبد الرحمن ويأسره هو وولد علي وداهم غادي بهم. بلال بن رباح شاف أمية مأسور عند عبد الرحمن بن عوف، وكان أمية من قبل عذب بلال قبل الهجرة في مكة، وهو يقول بلال بالجهد لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا. فهاد اللحظة غادي يقول عبد الرحمن بن عوف غايقول لبلال إنه أسير يا بلال ابتعد عنه. قال والله لا نجوت إن نجا، وبدا تيغوت يا معشر المسلمين إنه رأس الكفر أمية بن الخلف. وهو يقول عبد الرحمن الأمية وولد علي أهربا لا أغني عنكما شيئا. غادي يهرب هو وولده وغادي يجوا عندهم المسلمين وغادي يقتلوهم وغادي يقتلوا المشركين وأسروا شي وحدين منهم حيتاش تحدوا الله ورسوله. تبينت حقيقة الكفر، وهنا كانت أول معركة فاصلة في الإسلام، هنا فين بان الإيمان وبان في قلوب الأهل ديالها. فمن بعد ما سالت المعركة كاين اللي هرب وكاين اللي تأسر، والمشركين منهم اللي تقتل. جا الحبيب وأمر باش أنهم يديوا الجثث المعفنة نتاع المشركين ويمشيو يرموها في القليب. فاش تحطوا كاملين تما غادي يكلمهم الحبيب وقال يا أبا جهل يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أمية بن خلف، بدا كيعيط عليهم بالأسماء ديالهم.
قد وجدت ما وعدني ربي حقا، النصر والعزة. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الذل والهوان والعذاب. قال عمر وبعض الصحابة: يا رسول الله، أتكلم أمواتا؟ قال لهم: ما أنتم بأسمع ما أقول منهم، إنهم يسمعونني سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فمن بعد ما نصر الله هذا القلة المؤمنة على جيش ديال الكافرين وحقق الله وعده لنبيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هنا الصحابة بدأوا ياخذوا الغنائم ديال المشركين وبدأوا كيختلفوا. من بعد هذا فيهم اللي قتل المشركين اللي تيقولوا حنا اللي قتلناهم والغنائم لينا، وفيهم اللي جمع الغنائم تيقول لا راه لينا، وفيهم اللي حرس النبي عليه الصلاة والسلام تيقول لا راه ديالنا حيتاش حنا حرسنا قائد ديالنا. فلما اختلفوا غادي يجي عندهم الحبيب عليه الصلاة والسلام وبدا كيوزع لهم الغنائم بالتساوي على كل من شارك وقاتل في هذه المعركة. هنا تحقق نصر الله. أما المشركون هربوا في الوديان وفي الشعاب وما عرفوش فين يمشوا. منهم اللي وصل طريدا شريدا لمكة، ومكة كانت كتسنى الخبر بشكون يبشر بالنصر ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلما غادي يوصل أول واحد اللي سميتو الحيثمان غادي يجمع المشركين، وما كيتسناوش يخبر طبعا باش أنهم يفرحهم، ولكن شافوا في وجهه تغير وسواد وقالوا ليه شو هذا الخبر اللي جبتي؟ قال: قتل عتبة سيد من سادات قريش، وقتل أخاه شيبة، قتل أبو حكم اللي هو أبو جهل، قتل أمية. وبدا كيعرض عليهم سادات قريش اللي تقتلوا المشركين، تذهلوا وعم الصمت. وكان صفوان أنذاك بن أمية جالس في الحجر ووصلوا الخبر وعرف بلي أنه راه بالصح داك الشيء. أبو لهب اللي هرب من المعركة رجع من بعد سويعات، كان واحد الغلام اللي هو صغير كتم الإسلام ديالو، كان في مكة كيخدم في بيت العباس اللي هو عم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومراته أم الفضل، وكلهم كانوا في ذلك الوقت كتميل الإسلام ديالهم. كيقول أبو الرافع واللي هو غلام صغير: جاء أبو لهب وسمع بالخبر وما صدقش، وكان مهموم ومغموم، جلس وجلست من مورا ظهره وبقيت كنسمع الأخبار. تيقول فجأة كنسمع الأخبار، قيل في الناس هذا أبو سفيان قد وصل. قال أبو لهب: أبا سفيان عنده الخبر الحقيقي وغادي يجي يوقف حداه. وقال أبا لهب: شنو هو الخبر؟ قول لنا شنو وقع. قال لي: والله ما إن لقينا القوم إلا منحناهم أكتافنا، يقتلون فينا ما شاءوا. قال لي: شنو هادشي كتقول؟ قال لي: قتلوا ساداتنا وما بقى حتى شي حد منا. قال لي: كيفاش هما أقل منكم عددا؟ قال لي: شفنا قوم على خيل بيض معاهم رماح وسيوف كيقاتلونا من السماء. الله الله. كيقول أبو لهب: أبصر، اش من كتقول يا أبا سفيان؟ يقول أبو رافع: فقلت والله إنها الملائكة كتقاتل مع المؤمنين. تيقول شفي أبو لهب وصفعني وطحت على الأرض وبدأت يضربني، وأنا غلام صغير ضعيف كيضربني، حتى جات أم الفضل زوجة العباس وهزت عصا كبيرة وضربت بها أبا لهب وقالت لي: أتفعل هذا لما غاب سيده؟ كيقول أبو رافع: ما هي إلا سبعة أيام ثم أهلك الله عز وجل أبا لهب. سمعت العرب بالهزيمة نتاع أهل مكة وعزة أهل الإيمان لقوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وهذه هي كانت قصتنا اليوم اللي كانت تمنى أنها تكون وصلتكم وفهمتوها وعجبتكم. معركة عظيمة اللي كانت فارقة ما بين الحق والباطل، اللي فيها نصر الله نبيه والمسلمين. واخيرا ما تنسوش انكم تجاوبوني على سؤال الحلقه لتحت في التعليق، ما تنسوش انكم تشجعوني بانكم تضغطوا على زر الاعجاب. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.